طيب خلينا نطلع من سد النهضة ونروح لآخر نقطة اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي والوقت الحقيقة ما سعفناش، وهي مستقبل العلاقات المصرية التركية. احنا خلصنا الحلقة من هنا وقلنا الوقت ما ساعدناش، هنتحدث فيها لاحقا، وهوب سمعنا ان حصل اتصال تليفوني بين الرئيس التركي ونظيره المصري بتحدثوا فيها عن عودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء. من وجهة نظري ده قرار متخذ من فترة طويلة لكنه أصبح يعني في نطاق التنفيذ. الخبر ده سمعناه كتير الحقيقة، مش أول مرة كنا نسمعه، لكن ربما المرة دي يتم تنفيذه بشكل أكثر جدية، ونكون أعتقد أن حصل تبادل للسفراء من فترة. لو حضرتك تأكد لي المعلومة، كان سفراء ولا كان قنصل بدل القائم بأعمال؟ قائم بالأعمال، قائم بالأعمال، لأنه قائم بالأعمال أعلى درجة من القنصل، والقناصل بطبيعة الحال موجودين لأنهم يسيرون خدمات المواطنين في أي دولة من الدول وفقا لاتفاقية جنيف 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية بين الدول. فالقناصل موجودين، ولكن اللي هو السفير، أرسلنا قائمة. السفير صالح اللي هو القائم بأعمال التركي في القاهرة ليس بدرجة سفير، ولكن يقوم مقام السفير كدرجة دبلوماسية أعلى من القنصل. اللي حصل بقى إن هنرسل سفراء. طب خلينا خلينا برضو ناخد الخط على امتداده بمنتهى التركيز. لما اقول عوده العلاقات الدبلوماسيه، تمام، عوده العلاقات الدبلوماسيه ليست شرطا ان تكون مؤشرا على التطبيع السياسي الكامل والاتفاق في المصالح والاتفاق في القضايا الاستراتيجيه بين الدولتين. تمام. لان احنا مثلا توجد علاقات تجاريه قويه، والعلاقات التجارية القوية لم تتأثر بالموقف السياسي بين الدولتين، بل على العكس تنامت خلال السنوات الأخيرة. وكان هناك مؤشرات عن اجتماعات لمنظمة جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك، وعقدت الكثير من الجلسات ونظمت الكثير من اللقاءات، واتفقت على رفع سقف حجم التبادل التجاري بين الدولتين. فالمسار التجاري قائم ومستقر. اثنين، عودة العلاقات الدبلوماسية. طيب احنا عندنا النهاردة عودة الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس 2023 بين إيران والمملكة العربية السعودية. هل هذه العودة تعني تطبيعا كاملا في الملفات؟ ليس شرط، ولكن أحيانا بيبقى عودة العلاقات كنوع من التهدئة في إدارة العلاقات الثنائية بين الدولتين. إن في سفير وهناك سفير، وبالتالي أعلى درجة للتمثيل الدبلوماسي قائم. طيب الاتصال الذي تم بين أردوغان وبين السيسي للتهنئة بفوزه في الانتخابات، هل كانت هناك مقدمات سابقة لمثل هذه الخطوة وكان الامر مؤجلا لما بعد الانتخابات؟ الاحتمال وارد وقائم. وبالتالي كان في لقاء اللي حصل وقت المونديال في قطر. ما هو ده بقى لو خدنا الخط على امتداده اللي هو تم في نوفمبر 2022. فهنا لما اجي اقول طيب عوده العلاقات الى اي مدى يمكن ان تصل العلاقات بين الدولتين؟ هل يمكن ان نجد ان نقف على ان هناك لقاء مباشرا بين السيسي واردوغان في القاهره؟ كم نسبه احتماله؟ في انقره كم نسبه احتماله؟ طيب الاحتمالين وردي صحيح وبنسب كبير، مش هقول قليل، ولكن الامر ايضا وزي ما قلت لحضرتك قبل كده في اكثر من مناسبه سابقه، انا من وجهه نظري ان العلاقه بين الدولتين الان لا تدار بشكل ثنائي. العلاقه بين الدولتين هناك اطراف ثالثيه تعبس في تتحكم في مفاتيح اداره هذا الملف. تركيا تريد العديد من قضايا الامن القومي التركي والمصالح الاستراتيجيه، الملف المتوسط. الاول شرق المتوسط، الملف الثاني سوريا، الملف الثالث ليبيا. ممتاز. طيب هل مصر معنية بهذه الملفات الثلاثة كأمن قومي؟ أكيد، على الأقل ليبيا والشرق المتوسط. هنا خلينا برضو نضبط البوصلة شوي، لأن لو أنا بقول هنا أمن قومي، فرق كبير جدا جدا ما بين مفهوم الأمن القومي ومفهوم الأمن النظام. عندما بدأ الحديث عن تطبيع العلاقات بين النظام في مصر والنظام في تركيا في بعد يناير 2021، كل أهم ملف ركز عليه النظام في حواراته وأحاديثه كان المعارضة المصرية في تركيا والقنوات الإعلامية في تركيا، تمام؟ وكانت ده للنظام، ده للنظام المصري. وبالتالي احنا بنتكلم هنا عن أمن النظام. طيب ماذا عن الأمن القومي المصري؟ الأمن القومي المصري يرتبط بملفين في غاية الأهمية. سوريا هقول إن هي بعيدة عن يعني النطاق الاستراتيجي للأمن القومي المصري، ولكنها أمن قومي لتركيا، وكان النظام يضغط في كثير من المراحل بأن تخرج النظام في مصر يضغط بأن تخرج تركيا من الشمال السوري المحرر وأن تتعامل، وكذلك الخروج من ليبيا. تمام. طلبوها أكثر من مرة. أهم ملف بالنسبة لو احنا بنتكلم أمن قومي مباشر، أهم دائرتين دائرة ليبيا في الغرب ودائرة المتوسط في الشرق. السؤال، هل النظام في مصر لديه استعداد الآن لترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا؟ الإجابة لا. ليه؟
ليس قرار. بمنتهى الوضوح ليس قرار. ليه؟ لأن هذا النظام وقع اتفاقيات ترسيم حدود مباشرة مع قبرص رقم واحد، وقع اتفاقيات ترسيم حدود مباشرة مع اليونان، وقع قام بإعلان ترسيم لحدوده البحرية مع ليبيا إعلان مباشر ونشر في الجريدة الرسمية المصرية، وقع عشرات الاتفاقيات مع إسرائيل فيما يتعلق بملف الغاز ونقل الغاز وإسالة الغاز، وقع شريك في منتدى غاز بحر الشرق المتوسط اللي هي الإمارات موجودة فيه والتي كانت تتحرك في الملف وتدير الملف نكاية ومناكفة في تركيا. طب ممتاز، هل يستطيع النظام المصري في هذه المرحلة أن يتجاوز الاتفاقيات مع قبرص ومع اليونان ومع وحول ليبيا ومع الإمارات ومع إسرائيل ليقوم بترسيم الحدود وبالتالي ترسيم المياه الاقتصادية المنطقة الاقتصادية لتركيا؟ أعتقد أن الأمر فيه صعوبة. ليس من باب أن هذا النظام لا يمتلك القدرة، لا هو يمتلك القدرة ولكن لا يمتلك الإرادة السياسية لاتخاذ مثل هذا القرار الآن. حتى في عهد مبارك ده من أهم الملفات المفروض أهم الملفات الشائكة بينهم، هو أهم ملف يعني. وبالتالي يمكن أن تحدث تسوية جزئية، نركز ترتيب الأولويات من وجهة نظر طبعا الشخصية، يمكن أن تحدث تسوية جزئية في العلاقة بين الدولتين في ملف ليبيا. ليه؟ لأن النظام اكتشف، النظام في مصر اكتشف أنه بعد من 2014 عندما بدأ في دعم حفتر وحتى 2023 يعني 9 سنوات وحتى الآن لم يحقق مكاسب حقيقية في الملف الليبي، بل على العكس مشاهد ترحيل عشرات بل آلاف المصريين إذا كانت المشاهد دقيقة تؤسس تشير إلى أن هناك أزمة في العلاقة بين حفتر والنظام في مصر. هذا جانب. وبالتالي ملامح التسويه يمكن ان تحدث، الملف الاقرب من وجهه نظر للتسويه السياسيه فيه بين الطرفين هو ليبيا، بمعنى اتفاقيات اعاده اعمار مشتركه تقوم بها حكومه الدبيبه مع النظام في مصر وتقوم بها حكومه الدبيبه مع النظام في تركيا، وانه حتى يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وتبدا الشركات المصريه والشركات التركيه في عمليات اعاده الاعمار لابد ان يكون هناك توافقات سياسيه. يمكن ان يحدث حالة للملف الليبي وتضغط الدولتان في اتجاه استقرار سياسي نسبي في الملف الليبي. النظام يحتاج ذلك الآن لأنه يمكن أن يحقق على الأقل من 50 إلى 100 مليار دولار في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا حد أدنى. وبالتالي الملف الليبي مرشح. لماذا؟ لأن هذا النظام ليس مجبرا بدرجة كبيرة أن يقدم تنازلات استراتيجية للطرف التركي، لأنه في حال ترسيم الحدود وسواء كانت حدود بحرية أو المياه الاقتصادية أو الاعتراف بالمياه الإقليمية للدولة التركية معناها مباشرة الضرب في اليونان. الضرب في اليونان ليه؟ لأن اليونان زي ما كما ذكرت لحضرتك في المرة الماضية، إذا كنا بنتكلم على البر التركي ومجموعة جزر ملكية يونانية، واليونان بتقول لا ده إن المياه الإقليمية لتركيا تكون ما بين الجزيرتين فقط، وتركيا بتقول لا الجزر ليس لها محل وليس لها تقدير، وإن المياه الإقليمية 12 ميل والمياه الاقتصادية 200 ميل، لن يسمح بهذا النظام ولن يوافق عليه. عندما تم ترسيم الحدود مع اليونان لا أتذكر في 2017-2018 وصدر تقرير رسمي هنا من وزارة الخارجية التركية يقول أن هذا الترسيم أفقد مصر ما قيمته 15,000 كيلومتر مربع من مياهها بثرواتها الغنية بالبحر بالغاز الطبيعي. تعاطى النظام مع هذه التصريحات على أنها نوع من أنواع المناكفة والمكايدة وتشويه صورة الاتفاق، ولكن في الأخير هذه حقائق. وهل الوصول إلى حل جزئي أو حل نسبي مثلا في ملف ليبيا هل ده كفيل بعودة العلاقات بصورتها المفروض؟ طبعا مهم، ملف مهم جدا، لأن ملف مهم جداً. لكن في النهاية احنا ما قلناش هيتحل 100% حضرتك من وجهة نظرك أنه تمام. حل جزئي تمام. في الموضوع هل ده كفيل بعودة طيب. العلاقات بصورة قوية؟ عندنا يعني عندنا 3 أطراف مهمة من وجهة نظري يمكن أن تدفع تؤثر بدرجة مش هقول تدفع تؤثر بدرجة كبيرة في ملف العلاقات المصرية التركية. الطرف الأول ليس الولايات المتحدة الأمريكية، الطرف الأول روسيا الاتحادية. أنا فكرت الإمارات. لا، الطرف الأول روسيا الاتحادية. روسيا الاتحادية يمكن أن تدفع باتجاه تحسين العلاقات ما بين مصر وتركيا لأنها ترتبط بعلاقات استراتيجية الآن بين الدولتين. صحيح. لها مصالح حقيقية في مصر سواء على مستوى السلاح أو على مستوى الاستثمارات أو على مستوى السياحة أو على مستوى محطة الضبعة. وفي اتفاقات استراتيجيه ولها علاقات استراتيجيه مع تركيا. وبالتالي اختراق تحقيق روسيا او قدره روسيا على تحقيق اختراق في هذا الملف يمكن ان يدفع باتجاه التقارب بين الدولتين. الامارات اكثر دوله سترفض بين قوسين او ستعمل على تخريب اي اتفاق بين تركيا و ومصر. ليه؟ ما العلاقات بقت كويسه مع الاثنين يعني. ما هو يعني زي ما بيقولوا ايه ده ايه؟
حلال على بلابله الدوح، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسه. يعني احنا ممكن نتقارب مع تتقارب الامارات مع تركيا، وتتقارب السعوديه مع تركيا، ولكن لا، ما يخلوش مصر تتقارب مع تركيا، لان تقارب مصر وتركيا يمكن ان يؤثر في موازين القوى الاقليميه. تتقارب الامارات مع ايران، وتتقارب السعوديه مع ايران، ولكن لا تتقارب مصر مع ايران، لان يمكن ان يؤثر في موازين القوى بين الاطراف على في النسق الاقليمي في منطقه الشرق الاوسط. وبالتالي الامارات رغم توقيعها اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه مع تركيا في مارس 2023، في مارس يعني ما كملناش شهرين، كانت من اكثر الدول التي حركت ادواتها الاعلاميه لتخريب الانتخابات التركيه. صحيح. وبالتالي كيف نراهن على ان اتفاقيات الشراكه الاستراتيجيه ان هناك نوايا حقيقيه نحو تعاون استراتيجي ما بين الامارات وتركيا في الوقت الذي استهدفت هذا النظام في الانتخابات؟ البعض سيقول لا، الامر الان اختلف، لدينا نظام تركي مستقر ومستمر لمدة 5 سنوات، وأن على هذه الدول أن تعيد النظر في سياستها الإقليمية والخارجية. أعتقد أن هذا أيضا مرتبط، هل هذه الدول تفكر من منظور أمنها القومي لدولها والاستقرار الحقيقي في المنطقة؟ وارد تتغير المعادلات، ولكن بناء على السلوك السياسي لهذه الأطراف ولهذه الشخصيات خلال السنوات الماضية، أنا أشك ستبقى العلاقة فيها توتر، فيها تحفظ، فيها لأن في الأخير تركيا قوة إقليمية حقيقية. أحد مشاكل صحيح. أحد مشاكل السياسة العلاقات التركية العربية، أحد المشاكل الكبرى للعلاقات التركية العربية، هو أن هناك أطراف إقليمية، هناك أطراف إقليمية تعتبر أن التمدد التركي على حساب نفوذها الإقليمي. وبالتالي مفهوم التنافس الإقليمي على الزعامة والهيمنة في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم العربي بيصطدم دائما بطموحات النظام في السعودية أو النظام في مصر أو النظام في الإمارات و التمدد التركي او الرغبه التركيه في الهيمنه. مين اللي هيكون مستفيد اكتر من عوده العلاقات، الجانب المصري ولا الجانب التركي؟ ايهما؟ الاثنين وبامتياز. طب ما كان عندنا فرصه للتطبيع بقى، تطبيع العلاقات، مثلا الاحتفال اللي كان يوم الخميس او الجمعه، وهو تنصيب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ودعا رؤساء وملوك دول العالم ووجه دعوه لمصر، لكن رأس النظام المصري اوفد وزير خارجيته. تمام. مع ان كان في فرصه قويه جدا انه يكون موجود ومشارك، ومش هيكون الصوره مش مقبوله لانه رايح في حدث كبير وسط 21 رئيس دوله اخر، فكان هتبقى الصورة مقبولة جدا. هو زي ما حضرتك قلتي، وده عندنا بيقولوا عليه نوع من اسمه دبلوماسية العلاقات، دبلوماسية المناسبات الخاصة. ان انا رايح بس مش بشكل رسمي، وبالتالي اتجاوز الحرج. ان انا لا، ده انا رايح تهنئة، زي صحيح. ما اقول كده مثلا، والله ده رئيس مصر رايح يحضر حفل زفاف ابن ملك الاردن. مش مناسبة رسمية، بس بنعتمد على هذا النوع من الدبلوماسيات، دبلوماسية المناسبات الخاصة، كوسيلة من وسائل تخفيف حدة الجمود في العلاقات. كان يمكن زي ما حضرتك قلت ان تكون هذه فرصة، ولكن هل النظام يفكر بهذه العقلية؟ انا اشك في ذلك، لان الامر ايضا، شوف يا رعاء، بمنتهى الأمانة العلاقات بين مصر وتركيا تعود بالنفع الكامل على الشعبين المصري والتركي، اثنين على النظامين المصري والتركي. هناك الكثير من الفرص التي تتاح عودة العلاقات. أنت صحيح. تتحدثي عن أكبر دولتين، فعليا ليست مبالغات، أكبر دولتين في منطقة الشرق الأوسط من حيث الإمكانيات الاستراتيجية، من حيث الإمكانيات الاقتصادية، من حيث الإمكانيات البشرية. مصر النهاردة 110 مليون، تركيا 85 مليون. تركيا النهاردة 875 ألف كيلو، مصر مليون كيلومتر. تركيا النهاردة، مصر النهاردة مليون كيلومتر مربع. تركيا تشرف على مضيقين من أهم المضايق الاستراتيجية في العالم، مصر تشرف على أهم ممر مائي في العالم. وبالتالي أوراق القوة الاستراتيجية للدولتين كبيرة جدا. تعزيز الفرص، تعزيز الإمكانيات والعلاقات، الفرص فيه كبيرة جدا في كل الملفات. يعني لك أن تتخيلي ما يمكن أن يتحقق للدولة المصرية من عائدات اقتصادية لو طبعت مع تركيا في ملف الشرق المتوسط. تركيا الآن يتم الحديث على أن تكون مركزا للغاز الطبيعي في أوروبا، في شرق أوروبا. وبالتالي وتمر بها عشرات الخطوط للنقل، لنقل الغاز من وسط آسيا ومن روسيا الاتحادية. وبالتالي هي دولة من الدول المركزية في العلاقات التجارية في المنطقة. تطبيع العلاقات معها في ملف الغاز يعود بالنفع اقتصاديا على النظام المأزوم، سياسيا على هذا النظام، لأنه يعزز من وجهة نظره من شرعيته السياسية، لأن طول الوقت ووجود المعارضة في تركيا عامل له أزمة في شرعيته السياسية، وجود تحفظ في العلاقات مع قطر عامل له أزمة في شرعيته السياسية. طيب التطبيع الكامل مع تركيا ومع قطر في ملفات ولو ملفات اقتصادية استراتيجية من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية للنظام،
والأزمة السياسية التي يعاني منها أو يشعر بها النظام في هذه المرحلة. ولكن كما ذكرت الأمر مرتبط بأطراف إقليمية أطراف أخرى تؤثر في الملف. هل يمتلك النظام القدرة على التعاطي مع هذه الملفات بما يعزز الأمن القومي للدولة المصرية؟ أنا أشك. هل يمكن أن يفكر النظام وهو مقدم على انتخابات في 2024، حتى لو افترضنا جدلا أنه فتح المجال لدخول منافسين وشركاء في العملية الانتخابية؟ ممتاز، موافق. أنت بقى ضحكت. ممتاز، موافق، أنا موافق تمام. هفترض أنه فتح المجال أمام ضغوط خارجية لوجود منافسة وتعددية في العملية الانتخابية. بمثل هذا الملف وبمثل هذا التطبيع والخروج من أزمته الاقتصادية أو تخفيف الضغوط الاقتصادية، يمكن أن يحقق قفزة نوعية في صورته أمام الشعب، حتى لو في انتخابات فيها درجة نزاهة 10%، سيحسم الأمر بدرجة كبيرة، لأنه هو أعاد بوصلة العلاقات وبدأ المواطن يشعر بتخفيف الضغوط. ولكن